معانا سوزان، اتفضلي يا سوزان. الو، مسا الخير دكتوره، زي حضرتك؟ سلام يا حبيبتي، اتفضلي. كنت عايزه بس اسال حضرتك، انا عندي بنوته عندها 14 سنه، هي طولها 165 ووزنها 60، وانا شايفه ان هو اوفر على سنها يعني. عايزه اقول لحضرتك كمان هي اكلها غير صحي بالمره، لان هي بتاكل، بس مش بتاكل خضار نهائي نهائي، كل انواع الخضار مش بتاكلها. السلطه بتاكلها مره واحده بس في الاسبوع، ولازم على وجبه معينه يعني، لازم مع السمك، غير كده لا. الفاكهه بلا استثناء مش بتحبها، ممكن البرتقال، برتقانه كل كام يوم. فانا عايزه حضرتك برضو هتقولي لها برضو رساله من التلفزيون ان هي برضو تاكل اكل صحي، علشان هو ده مفيد، وهو ده اللي هيساعدها ان هي هتنظم اكلها، وبالتالي فهينزل وزنها. وكمان حضرتك تقولي لها على نظام صحي ان هي تمشي عليه. طيب. وعايزه اقول بس اسال حضرتك سؤال برضو مهم، عايزه اسال حضرتك ايه راي حضرتك في موضوع السكر الدايت ده، فعلا بيبقى زيرو كالوري ولا بيبقى فيه كالوري؟ ان انا دلوقتي ابتديت اديها زباتي بتحط من السكر الدايت عليه، ونعرف الوزن المثالي للسن بتاعها ده المفروض يبقى ايه. طب وليه يا سوزان، في حد في العيله عنده سكر، باباها او مامتها؟ لا 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 خالص، هي تيتا بس، تيتا مامتي وتيتا يعني حماتي. طيب ليها اخوات؟ ليها اخت. تخينه ولا رفيعه؟ بص هي طبعا لا، هي مش تخينه، هي لو حضرتك فيها تلاقيها كويسه، بس طبعا بتاكل من نفس الاكل اللي هي بتاكله، لان انا اضطريت ما بقتش اعمل غير اللي هما بيحبوه. بتعملي مقليات كم مره في الاسبوع؟ نعم، مقليات كم مره في الاسبوع؟ لا كتير طبعا، ان احنا طبعا احنا عايشين على البطاطس والمكرونه بانواعها وباشكالها. دي أسوأ حاجه. طب بالزبط. الحاجات الحلوه كم مره في الاسبوع؟ خالص لا، خالص لا، مش بيحبوها، ما لهمش علاقه بالمياه الغازيه نهائي. لا انا بتكلم على الحاجات الحلوه. لا ولا حلويات، لا 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 خالص، انا منع الشيبس والحاجات دي كلها، مش بتخش البيت من زمان اصلا. تمام. يعني احنا ما لناش اي حلويات، حتى الحلويات العاديه اللي هي بتاعه الحلويات اذا كانت جاتوهات او حاجات حلوه، لا دي ما بدخلهاش البيت برضه. جات لها الدوره؟ ايوه، جات لها بقى لها 3 سنين. منتظمه عندها؟ منتظمه. اكتر منطقه تخينه عندها فين؟ بحس الهانش. ما بتعملش اي نوع من انواع الرياضه؟ لا طبعا، ان هي عندها فلات فوت من الدرجه الثالثه، فهي حتى لما بتمشي حته صغيره جدا بتتعب. هجاوب على حضرتك حالا. ميرسي لحضرتك، شكرا. طبعا انا بوجه لها انها لازم تاخد بالها من اكلها. واحنا صغيرين اولا الخلايا الدهنيه بتتكاثر، فلو انت هي استمرت تتخن معنى كده انها بدل ما عندها مثلا 1000 خليه هيبقوا 10,000، فهتبقى تضمن انها لازم هتتخن لما تكبر. وبتبقى السمنة سريعة جدا والخصية بتبقى صعبة، فلازم تاخدي بالك من أكلك دلوقتي، نمرة واحد. نمرة اتنين، مدام سوزان انت اللي بتعملي الأكل، ما هو لما تعملي الأكل هم بيحبوه، كل مرة بياكلوا مقلي انت بتعملي تكاثر لخلايا التذوق اللي على اللسان، فيحبوه أكتر وأكتر، بعد كده ما يردوش ياكلوا أي أكل غير هو المقلي، فدي الغلطة بتاعتك. فعايزين نبطل تماما الآلية، الأكل يبقى صحي. اول مره طعم وحش فبنزود البهارات والتوابل، تاني مره ها، تالت مرة بعد كده هيتعودوا عليه. انما الاليه انت بتخلي الاكل يفقد القيمه الغذائيه تماما، ما فيهوش اي فايده، بالعكس بيضر وبيتخن ودهونه على الفاضي وسعرات عاليه جدا. فلازم ترتبي الاكل، الاكل اللي بتاكله كل البيت ياكل منه لازم يبقى اكل صحي. الاليه ممنوعه تماما، البطاطس ممكن تتسلق، ممكن تعمل في الفرن، اي حاجه ممكن تتشوي في الفرن او تتسلق، سواء كانت سمك او لحمه او فراخ، انما الاليه دي أسوأ حاجه. نظمي لها اكلها زي ما قلت، هتفطر وتتغدى وتتعشى، بين الوجبات يبقى فيه فاكهه، ممكن ما تحبش بس لو اتعملت بطريقه حلوه هتحبها. يعني مثلا بنجيب الفاكهه ونقطعها في زبديايه وبنحط عليها معلقه عسل، هتبقى هتلاقي طعمها حلو قوي. انا ما بفضلش السكر الدايت في سنها، انما ليها 3 معالق سكر عادي كويس قوي، كل زبدية تحط عليها معلقه هتلاقي نفسها احسن. ممكن تجيب لها السكر البني